هذه السادسة من الميادين وفي عناوين ملفاتها. مواجهة عسكرية مباشرة هي الأولى من نوعها بين الجيش السوري والقوات الأمريكية في جبهة الجنوب. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة. تدمير المزيد من آليات التحالف السعودي جنوب الحديدة وتظاهرات حاشدة في مدينة الحديدة تنديدا بالعدوان. الخير والحرية والوطنية هو من أهم عوامل الصمود في معركة السلام. جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لمناقشة مقترح قانون باستمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات. أهلا بكم إلى السادسة ونتابع فيها مع مراسلين في دمشق وبيت لحم وواشنطن محمد الخضر وناصر اللحام ومحمد كريم التطور الميداني البارز في الجنوب السوري بعد الصدام العسكري الأول من نوعه بين الجيش السوري والقوات الأمريكية. ومن غزة يواكبنا مراسلنا أحمد غانم في مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة الوفاء للجرحى. أما من بغداد فسنتابع مع مراسلنا عبد الله بدران جلسات البرلمان العراقي بشأن استمرار عمل المجلس إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات. في السادسة أيضا سنتوقف عند الخارطة الميدانية في الحديدة والتظاهرات التي شهدتها رفضا للعدوان. إذن مشاهدينا كل هذه الملفات سنناقشها كما قلنا مع مراسلين بكل تفاصيلها بدلالاتها بمستجداتها انعكاساتها وأيضا معانيها السياسية والعسكرية. ونبدأ مباشرة من الملف السوري حيث شنت طائرات التحالف الأمريكي غارة على موقع للجيش السوري جنوب شرق تدمر ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عسكري. التحالف الأمريكي قال إن قوة مما أسماها فصيل مغاوير الثورة ومستشارين أمريكيين تعرضوا لاعتداء مسلح في منطقة خفض التوتر في التنف ما استدعى الرد دفاعا عن النفس. هبة الله بيطار. يتخذ الصدام بين الجيش السوري والقوات الأمريكية في سوريا منعطفا جديدا مع حدوث مواجهة برية هي الأولى في نوعها. الجيش السوري تصدى لثلاث عربات أمريكية كانت تتقدم باتجاه إحدى نقاط الجيش جنوب شرق تدمر وتحديدا عند منطقة الهلبة التي تبعد نحو 20 كيلومترا فقط من تدمر. وبعد استهداف الجيش هذه العربات قصفت الطائرات الأمريكية النقطة العسكرية ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عسكري. الرواية الأمريكية على لسان المتحدث باسم البنتاغون تفيد بأن قوة من فصيل مغاوير الثورة الذي تدعمه واشنطن ومستشارين أمريكيين تعرضوا لاعتداء مسلح مباشر نفذته قوة مجهولة الهوية داخل منطقة خفض التوتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية، الأمر الذي استدعى الرد بقوة دفاعا عن النفس. الاستهداف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع الجيش السوري وحلفائه في هذه المناطق الحدودية ليس جديدا، فقبل أيام استهدف موقع للجيش في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال. واشنطن نفت مسؤوليتها عن الغارة وحمل مسؤول أمريكي إسرائيل المسؤولية عن الحادث. أيضا خلال الشهر الحالي أحبط الجيش السوري بمساندة من سلاح الجو الروسي هجوما للمسلحين من التنف على مدينة تدمر. تكرار هذه الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة والمقاتلون الذين تدعمهم يطرح تساؤلات عن الغايات الأمريكية للتوسع في هذه المنطقة وعن سيناريوهات تصاعد المواجهة العسكرية، ولا سيما أن واشنطن تحكم قبضتها على قاعدة التنف وتدرب فيها المسلحين بحسب الخبراء العسكريين، كما عمدت إلى إغلاق مجالها الجوي في دائرة يبلغ نصف قطرها 50 كيلومترا.
وفي المقابل يسيطر الجيش السوري على معظم المساحات المحيطة بالتنف والمناطق الحدودية بدعم وحضور عسكريين روسيين، ويعمل على استعادة السيطرة على المناطق التي لا يزال المسلحون منتشرين فيها. إذن حول هذا الملف ينضم إلينا كما قلنا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر، ومن واشنطن أيضا مراسل الميادين محمد كريم، وسيكون معنا عبر الهاتف مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. وأبدأ مباشرة من دمشق. إذن محمد، ابتداء من الغارة على الهري ورصد كل المجريات الميدانية في الأيام الأخيرة على الشرق السوري الذي غدا بمثابة حلقة استراتيجية أو حجر زاوية ينطلق منها دائما لتنفيذ مشروعات المحاور، هل يمكن أن نفهم أن هذه الجبهة عادت مجددا إلى منطقة اللاهدوء؟ هل يمكن أن نتوقع اشتباكات جديدة تتصاعد أكثر في الأيام المقبلة ما بين الجيش السوري والحلفاء من جهة والأصيل من جهة حتى إن احتاج الوضع وليس فقط الوكيل؟ صحيح، والدليل ما جرى بالأمس من هذا الصدام المباشر بين وحدة من الجيش السوري وقوة أمريكية مع مجموعات ما تسمى بمغاوير الثورة. أساسا الجيش السوري ومنذ العاشر من حزيران تماما أعلن عن عملية عسكرية للقضاء على تنظيم داعش، تحديدا بدءا من بادية السويداء. هي مساحة لا يستهان بها، تقريبا نصف مساحة السويداء هي بادية، والعمليات بالفعل تجري قريبا، باتت قريبة للغاية من قاعدة التنف التي يتواجد فيها الأمريكيون. أيضا هناك جزء من العملية بدأ من السخنة وكان حقق تقدما كبيرا، حوالي 2500 كيلومتر مربع بعرض حوالي 45 كيلومتر وعمق 60 كيلومتر. هذه طهرت أيضا من هذا التنظيم. طبعا عندما نتحدث طهرت من هذا التنظيم، هم في الواقع يعني مجموعات منتشرة، لا يوجد لهم قواعد عسكرية ثابتة أو مرابط ثابتة، هم يتنقلون في تلك البوادي الواسعة. ثم هناك العملية والتي أشرت إليها، يعني العملية في محيط البوكمال، والتي كان أبرز تطور فيها هو العدوان الأمريكي المباشر على الجيش السوري وعلى القوات الحليفة والتي كانت في منطقة الهري. أساسا وجود داعش هو في مسافة واسعة جدا ومنتشرة. البادية السورية كمساحة، وهذا حسب الموسوعات الجغرافية، 50% من مساحة السورية هي بادية، أي 90,000 كيلو متر مربع. أمنت مساحات واسعة جدا خلال العامين الماضيين. بقيت هذه الجيوب وهي منتشرة في الواقع في 5 مناطق، في الأودية المحيطة ببادية البوكمال، في قرب الحدود السورية العراقية منطقة السقف، ثم التلال الوعرة للغاية في محيط السخنة، وهذه تبعد حوالي 70 كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر. ثم المنطقة التي تجري فيها الآن عملية عسكرية واسعة وواضحة المعالم، منطقة تلول الصفا التابعة لبادية السويداء، وهذه أيضا إنما شئنا ننظر إلى الخريطة لا تبعد سوى 40 كيلو مترا عن الحدود الأردنية، ما يشير أنه لو كان هناك تعاون إقليمي أو تعاون دولي حتى من الوجود الأمريكي في القضاء على داعش لكان هذا الأمر منتهيا. لكن هذه وجود داعش في هذا الشكل ربما يخدم هذه المصالح الأمريكية، استنزاف للجيش السوري من جانب، ثم مبرر لبقاء الأمريكيين، لأن أساس البقاء الأمريكي كما تعلن واشنطن دوما هو القضاء على هذا التنظيم على الأراضي السورية. طيب أنقل هذه النقاط إليك محمد كريم. عندما نتحدث عن تحركات واشنطن تحديدا الأخيرة والتي ذكرناها، هل فقط تأتي في إطار محاولة طرق أو قطع طريق الإمداد اللوجستي الذي يربط ما بين طهران، بغداد، دمشق، لبنان كما يدور الحديث دائما، أم أنه بحسب العقلية الأمريكية وبحسب السياسة التي تتابعها الآن في واشنطن تهدف أمريكا إلى مراكمة نفوذ معين على الأرض عسكريا، إن كان عبر دعم المجموعات المسلحة أو عبر التدخل المباشر لترسم نهايات سياسية كما تشاء؟ بالتأكيد فتون، يعني هنا المراقبون لربما يتفقون مع كلا الطرحين الذي طرحته الآن، من أن الولايات المتحدة بالفعل هي تسعى في سباق على ما يبدو محموم بهدف السيطرة الواضحة أمريكيا على الحدود الفاصلة ما بين العراق وسوريا. الولايات المتحدة بشكل واضح تسعى إلى عزل سوريا عن العراق عبر القيام بهذه العمليات التصعيدية على الجهة الشرقية من الحدود السورية.
بالإضافة إلى ذلك أيضا هي تحاول إبقاء الزخم للجماعات المسلحة التي تدعمها بأن يكون لديها تواجد في هذه المناطق. هنا يأتي السبب الأساسي والرئيسي، هو أن الولايات المتحدة هنا داخل واشنطن والأجهزة المؤسسات العسكرية بشكل عام هي تبرر وجودها في الداخل السوري بأنها تأتي لهدفين. الهدف الأول هو بالتأكيد الهدف الرئيسي هو القضاء على تنظيم داعش، أما الهدف الآخر هو حماية الجماعات السورية ما بين هلالين كما تطلق عليها الولايات المتحدة، بأن تكون أن يكون وجودها شرعيا داخل سوريا، أي الوجود الأمريكي الشرعي داخل سوريا. وبالتالي هي بالفعل تختلق هذه أو تفتعل هذه المواجهات في الداخل السوري وتحديدا في المنطقة الشرقية وتحديدا منطقة القريبة من قاعدة التلف وهي القاعدة العسكرية الأمريكية. وبالتالي تحاول ما بين الحين والآخر الولايات المتحدة أيضا يعني تنفيذ بعض الأعمال القتالية ضد الجيش السوري. هنا ما الذي يحرك الولايات المتحدة في هذه التوقيتات بالقيام بهذه العمليات؟ طبعا الطبيعة الميدانية وما تحقق للقوات للجيش السوري في الآونة الأخيرة من استعادة السيطرة على أكثر من 80% من الأراضي السورية أحرج واشنطن فتون، وأحرج حلفاء واشنطن، وأحرج حتى الموالين لواشنطن في الداخل السوري. وبالتالي هي تفتعل هذه المواجهات ما بين الحين والآخر، لكن هذه المواجهات هي بطبيعة الحال ليست فقط على الجانب الشرقي. نحن اليوم أيضا هنا يجري حديث داخل واشنطن في المنطقة الجنوبية الغربية، منطقة خفض التصعيد أيضا. هذه النقطة سنأتي للحديث عنها بشكل موسع، لكن كي أنهي هذه الجزئية محمد، يعني رغم إعلان وزير الدفاع الأمريكي كان وقت جيمس ماتس بأن الولايات المتحدة لا تسعى لزيادة دورها في الحرب السورية، لكن كل ما تقوم به الآن أمريكا يشي بأنه هي تحاول في هذه المنطقة أيضا الضغط على الجيش السوري والحلفاء إلى عدم العودة إلى جهة وادي الفرات. هناك مطامع أخرى، ما الذي تريد تحقيقه واشنطن في هذه المنطقة إن ما أخذناها على حدة باختصار لو سمحت؟ نعم بالتأكيد منطقة وادي الفرات تحاول إبقاء الزخم العسكري الأمريكي موجود في هذه المنطقة، هي تحاول عزل سوريا عن المحيطها من الجهة الشرقية مع العراق وكذلك حتى مع الأردن في هذا القوس، هي تحاول من هذه الجهة، وهذا ما لاحظناه من الوجود العسكري الأمريكي تحاول فرض معادلة ميدانية من جهة ومعادلة سياسية من جهة أخرى، وهي دائما ما نراها تقول أننا مع الحل السياسي، لكن عن أي حل سياسي تحاول فرض معادلة عسكرية بوجود العسكري الأمريكي بهدف الضغط على الأطراف الأخرى لتمرير السياسة والأجندة التي تريد الولايات المتحدة تمريرها بالقوة العسكرية وباستمرار هذا الزخم الموجود في هذه المنطقة في تون. طيب في موضوع الجنوب السوري تم الحديث عن أنه أمريكا قدمت عرضا يتضمن في إحدى نقاطه أن تدخل قوات أردنية بريطانية أيضا إلى منطقة الجنوب السوري ليكون هناك منطقة آمنة يتحرك فيها المسلحون، هذا لقي برفض سوري قاطع بما أنه يعني يتعدى على السيادة السورية. طيب ماذا تريد الآن أمريكا من موضوع الجنوب السوري؟ نعرف بأن الجهوزية موجودة الآن لمعركة كبيرة في الجنوب السوري من قبل الجيش السوري والحلفاء، لكن التريث أيضا موجود للتوصل إلى تسوية معينة. نعم الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي السوري، هو الهدف الأساسي هو تأمين إسرائيل بالدرجة الأساس، هي تراه مصلحة أساسية في هذه النقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى هي تحاول أن تبقي على الجماعات المسلحة موجودة، الجماعات المسلحة الموالية للولايات المتحدة متواجدة في هذه المنطقة بهدف أن يبقى هنالك زخم عسكري أمريكي ممتد على طول هذا القوس من
قاعدة التنف شرقا وصولا إلى الجهة الجنوبية الغربية. هي لا تريد للجيش السوري أن يتقدم إلى أكثر من هذه المناطق، وبالتالي كل هذه المحاولات الأمريكية لا تزال مستمرة وفي تصاعد من أن يتوقف أو بمحاولة الضغط على الجيش السوري بالتوقف عن القيام بهذه العمليات. هذه الجماعات بطبيعة الحال فتورية تنفذ أجندات أمريكية واضحة، هي تتماشى مع السياسة الأمريكية التي تريدها في المنطقة وتحديدا في سوريا. ما الذي تريده أمريكا في سوريا؟ تريد أمريكا أن تشرع عملية سياسية تحت هواها وتنفذ سياستها وتنفذ مصالحها في هذه المنطقة، وهذا لا يستمر ولا يمكن تحقيقه في ظل التطورات الميدانية التي تجري بالنسبة للقيام العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري، وبالتالي تحاول قطع الطريق أمام الجيش السوري للوقف هذه العمليات من خلال التهويل والتصعيد. ولاحظنا مؤخرا الاتهامات من أن الجيش السوري استخدم البراميل في المنطقة الجنوبية، وهذه الاتهامات التي صدرت في الآونة الأخيرة في محاولة أمريكية للتصعيد. يعني فتون في أكثر من 48 ساعة صدر بيانان من وزارة الخارجية فيما يتعلق في هذه المنطقة فتون، وأيضا صدر التهديد والتحذير الأمريكي للروسي والسوري في موضوع الجنوب، وهذا له دلالات كثيرة لكن ليس هناك وقت لنتحدث عنه أكثر. سنأخذ الزميل ناصر اللحام يحدثنا عن الوضع الإسرائيلي تحديدا لما له علاقة بموضوع جبهة الجنوب والمصالح الإسرائيلية في هذه المنطقة. هل نستطيع بحسب المصالح الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري بأنه الوضع الآن العسكري قد دخل فعلا مرحلة خطيرة وحرجة في الجنوب السوري نظرا لمتابعة الوضع سياسيا وعسكريا أيضا؟ ناصر فتون تحياتي. واضح تماما أن إسرائيل لا تملك أي حلول تجاه أي جزء من الأراضي السورية ولا حتى في الفرات. أما فيما يتعلق بمن يملك الحلول، قد يكون هناك وجهة نظر في الأردن، روسيا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. هل تضمنت لقاءات نتنياهو ورئيس الموساد من جهة مع الملك الأردني من جهة أخرى قبل أيام هذا الملف أم لا؟ لا أحد يعرف، لأنه أجندات اللقاء لم تطرح. بالمقابل وزير الخارجية الأردني تحدث عن الاتصالات المكثفة مع شركاء الاتفاق في الجنوب السوري وهما روسيا وأمريكا للحفاظ على الاتفاق ووقف إطلاق النار. التطورات الميدانية الموجودة هناك بالتأكيد تقلق إسرائيل، وخصوصا أنها تشعر بخروجها من اللعبة. إسرائيل تملك مشاكل فقط للمشكلة الموجودة حاليا، وذلك من خلال تهورها في الغارات وغيرها من التدخلات الاعتداءات على الأراضي العربية. لم يكن بين السطور أي مقترح إسرائيلي لأي شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع. أما اتكائها على الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تملك سوى شيء واحد وهو تغطية جرائم الاحتلال. لذلك ستكون الحلول إذا ما كان هناك حلول عند الروس، عند السوريين، عند العراقيين، أو ربما بوساطة أردنية، لكن شيء محدد في إسرائيل يمكن القول بأن هذا هو الموقف الإسرائيلي لا يوجد. حتى الأحزاب الإسرائيلية لم تعد تتدخل ولا تتحدث عن هذا الموضوع لا في برنامجها الانتخابي ولا في محاضراتها وشعاراتها. طيب أعود من جديد إليك محمد الخضر، كيف ينظر الجانب السوري إلى هذه التحذيرات الأمريكية الأخيرة إن كان للروس أو للسوريين من التدخل بمناطق خفض التصعيد، وما جاء أيضا في هذا التحذير؟ بأي عين تراه دمشق؟ في الواقع من خلال تطورات الأرض تراه بأنه محاولة للضغط والعرقلة لا أكثر، والدليل على ذلك هناك عمليات تمهيد وعمليات تقدم بدأت بالفعل على الأرض، وخصوصا باتجاه منطقة اللجات قبل قليل. يعني كان هناك تقدم باتجاه قرية دامة وقرية بساتين، هي قرى صغيرة صحيح لكنها هي تشكل جزءا من هذه العملية التي تهدف للعمل على استعادة كل المنطقة الجنوبية. موازاة لهذا الفهم لهذه التهديدات، هناك بطبيعة الحال التشاور مع القيادة الروسية التي تقوم بدورها بمشاورات ومفاوضات واسعة مع الجانبين، سواء مع
الأمريكي أو حتى الإسرائيلي أو حتى باتجاه الأردن، لأن حصيلة هذه التفاوضات ترجح ربما يعني عمل يجنب العمل العسكري وبالتالي الدخول بالفعل لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، مع وجود لا ننسى عمليات تسويات ومصالحات كبيرة تضررت من المجموعات المسلحة وقامت بقتل على الأقل 10 أشخاص خلال الأسبوعين الماضيين من العاملين والفاعلين في مجال المصالحات في ريف درعا الشرقي أو حتى في ريف درعا الغربي. كل الشكر لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. الشكر موصول لك محمد كريم مراسل الميادين من واشنطن ومدير مكتب الميادين في فلسطين. ناصر اللحام كنت معنا مباشرة من بيت لحم. أصيب 14 فلسطينيا جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. مراسلنا أفاد بوصول عشرات الشبان إلى السياج الفاصل شرق غزة ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة. كانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار دعت سكان القطاع إلى المشاركة الواسعة في جمعة الوفاء للجرحى. ومن غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم. إذن أحمد لو تجمل لنا المشهدية في غزة لو سمحت. نعم فتون، منذ بعد العصر تحديدا بدأت جموع المتظاهرين بالتوافد إلى منطقة ملكة شرق غزة. في الحقيقة الأعداد لم تكن كبيرة في البداية، لكن الآن الأعداد بدأت بالتزايد أو تقريبا وصلت إلى يعني عدد كبير وبشكل ملحوظ. كان هنالك احتكاك واضح بين شباب غزة المتظاهرين على الحدود والجيش الإسرائيلي. لاحظنا قبل قليل وصول عدد كبير من الشبان والفتيات إلى أقرب نقطة من الحدود إلى السياج الفاصل تحديدا، حتى أن الجيش الإسرائيلي أصيب بالجنون وأطلق النار وقنابل الغاز بكثافة وأصاب عدد من المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز. وفق وزارة الصحة بلغت أعداد الجرحى حتى هذه اللحظة بالرصاص الحي وقنابل الغاز 15 إصابة حتى الساعة السادسة، لكن قبل قليل أيضا سقط عدة جرحى بالرصاص الحي. حيث نقف في هذه الأثناء في خان يونس، يعني يقوم شبان بإطلاق عشرات البالونات الحارقة في بشكل جماعي وتحديدا في منطقة رفح ومنطقة خان يونس. تمكن الشباب في رفح من سحب السياج الفاصل فتون يعني وإلى مناطق داخل القطاع. معنا السيد هاني الثوابتي وهو عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، نسأله أكثر اليوم في جمعة الوفاء للجرحى ماذا تحمل في جعبتها لليوم وماذا في المستقبل القريب؟ هي تأكيد على استمرار مسيرات العودة، وفي ذات الوقت هي تقديرا واحتراما لهذه الجراحات، هؤلاء الأبطال الذين تقدموا الصفوف وأعلنوا دائما أنهم فداء لوطنهم فداء لفلسطين. اليوم أقل واجب أن نسمي هذه الجمعة وفاء لهم ولتضحياتهم. جراحاتهم هي بمثابة أوسمة شرف على جبين الوطن وعلى جبين كل فلسطيني في هذه الأرض. هذا هو حال شعبنا اليوم، مستمرون في هذه المسيرات، مستمرون في هذا الطابع الشعبي والجماهيري الحاشد الذي ترى من خلال هذه الحشود الكبيرة تتوافد إلى مخيمات العودة. بالنسبة لما تحاول إسرائيل، إسرائيل تحاول عسكر هذه يعني المواجهات، خاصة يعني تابعنا خلال أيام الماضية مواجهات بين المقاومة والمحتل الإسرائيلي ردا على تمادي إسرائيل. هل أنتم يعني في إطار فيما لو صعدت إسرائيل، هل أنتم ستتوجهون أيضا نحو عسكرة هذه المواجهات؟ أحد أهم مميزات هذه الانتفاضة، انتفاضة العودة، انتفاضة الشعب الفلسطيني، أن أبناء شعبنا أبدعوا في الجمع بين أدوات ووسائل المقاومة. في الوقت الذي تستمر فيه مسيرات العودة وهذه يعني هذا الطابع الشعبي والجماهير الحاشد، استطاعت المقاومة أيضا أن توصل رسالة واضحة من خلال الرد الأخير أنها من يتحكم في قواعد الاشتباك وأنها لديها القدرة على أن ترد على الاحتلال وعلى كل الاعتداءات. هذا إبداع من أبناء الشعب الفلسطيني في الجمع بين أدوات وأشكال المقاومة المسلحة والشعبية. أشكرك جزيلا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية. أيضا ينضم إلينا عضو القيادة السياسية في الجبهة الديمقراطية في دقيقة واحدة
فتون. سيد محمود، إسرائيل تحاول عسكرة هذه المواجهات وأنتم منذ البداية تقولون سلمية، انتمادت إسرائيل كما استمعنا أن هنالك يمكن أن تكون خيار المقاومة مسلحة على الأرض، ماذا في جعبتكم للأيام القادمة في ظل تمادي إسرائيل، خاصة أن هناك حراك سياسي جرام بلات اليوم في لقاء مع نتنياهو، ماذا يمكن أن يقال أمام محاولات إسرائيل احتواء هذا الحراك؟ نحن نؤكد هنا بأن مسيرات العودة مسيرات سلمية، وهذه المسيرات جاءت لتؤكد تثبيت حق عودة اللاجئين للفلسطينيين وكسر الحصار عن قطاع غزة. محاولة إسرائيل إضفاء الطابع العسكري لهذا الحراك تحت عنوان الطائرات الورقية، هذا محاولة لجر قوى المقاومة من أجل يعني استجلاب فتح مواجهة عسكرية مع قوى المقاومة، وبالتالي تضيع الطابع السلمي لهذا الحراك السلمي الجماهيري الحاشد. لن تستطيع إسرائيل والقوى الاحتلال أن تجرنا إلى هذا المربع، نريد أن نحافظ على سلمية هذه المسيرات مع احتفاظنا بسلاحنا، وسوف يخرج هذا السلاح بالوقت المناسب، ولكن مسيراتنا سلمية وسنحافظ على سلميتها لننقل رسالتها إلى كل العالم. شكرا لك عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية فتون، تتابعين في الخلفية. نعم. عشرات الجرحى مسيرات العودة يتقدمهم قيادة الفصائل الفلسطينية، أطلقوا بالونات تحمل أعلام فلسطين وعشرات الصور للشهداء شهداء مسيرات العودة وطيروها، هي الآن في طريقها نحو الأراضي المحتلة عام 48. نلحظ أن هنالك عشرات البالونات، هذه طبعا تزامنا مع أيضا إطلاق عشرات البالونات في مخيمات العودة في جباليا في رفح وفي خان يونس، مسيرة أو فعالية متزامنة. صور الشهداء الآن ستنطلق مجددا يحملها الجرحى الفلسطينيون. الآن نعم. جنود الاحتلال يطلقون النار على البلالين تجاه هذه البالونات فتون في محاولة لإسقاطها. يعني بات أي شيء يرعب جنود الاحتلال كما نفهم منك، يعني حتى هذه البوالين الملونة التي تحمل فقط صور للشهداء باتت تشكل رعبا. نعم. لهذا المحتل الإسرائيلي. صحيح فتون، الجيش الآن يطلق النار بكثافة، هناك تقدم ملحوظ لشباب غزة نحو آخر نقطة من الحدود. الجيش الإسرائيلي كالمجنون يطلق النار الآن على هذه البالونات، أنا أتابع أنه أسقط بعضها، لكن البعض الآخر الآن انطلق إلى السماء، والآن تجاوز الحدود. يبدو أن هنالك إصابات كما نلحظ بالعين المجردة. لا أعرف إن كان معنا مزيد من الوقت لنأخذ ضيوفا آخرين، لكن فتون المشهد الآن في بازدياد، أعداد المتظاهرين بازدياد، الجميع الآن مصر. نعم. على إتمام مسيرات العودة. نعم فتون. يمكنك أن تأخذ ضيوف آخرين لأنه فتحنا الوقت الآن. طيب. إذن معنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد نعم فتون السيد خالد الباطش. سيد خالد، تقدمتم هؤلاء الشبان وأطلقتم هذه البالونات، ما هي الرسالة التي أردتم أن تخرجوا بها اليوم؟ أولا هذه الفعالية اليوم جاءت على شرف جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار الذين تجاوزوا 13 ألف جريح ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة. نؤكد على أن هذه الدماء سقطت في هذه الساحات المواجهة شرق غزة في جباليا وغزة ورفح وخان يونس والوسطى، هذه الأرض ارتوت بدماء الشباب من الجرحى والشهداء. لذا رسالتنا اليوم هي رسالة الاستمرار في مسيراتنا ورسالة الوفاء للشهداء والجرحى. اليوم في أحد هذه الفقرات التي تضمنها برنامج فعاليات يوم الوفاء للجرحى كانت رفع أو إطلاق بالونات بصور الشهداء وصور الجرحى الذين سقطوا في مواجهة المحتل الصهيوني، على الرغم من إعلاننا المستمر بأنها فعاليات جماهيرية الطابع السلمي، لكن العدو الصهيوني يعني مصر على جرها إلى حالة التصعيد العسكري بهدف إلغائها بهدف إخافة الناس على المشاركة. لذا ترى الآلاف اليوم هنا مشاركين في مخيمات العودة وبالذات هنا في ملكة شرق غزة للتأكيد على المضي قدما في مسيرات العودة، وأيضا كلمسة وفاء من هذا الشعب العظيم لجرحاه ولشهدائه. وبالتالي نحن مستمرون بمسيراتنا، حاضرون بكل لحظة، لنؤكد على أن المسيرات ستستمر حتى نستعيد حقنا الثابت في فلسطين. ما يدور من مقترحات لاحتواء مسيرات العودة مقابل
بالفعل تسهيلات تقدم إلى قطاع غزة اقتصادية، فتح معابر، هل أنتم بالفعل خاصة أنه يدور حديث إعلامي عن تعاطي أو إمكانية تعاطي الفصائل الفلسطينية مع هكذا مقترحات للتخفيف عن غزة؟ أولا يجب أن لا يكون الحصار مطلب وطني فلسطيني ردا على من يحاول أن يخيف الناس من بعض الحقوق من المشروعة في الحياة الكريمة في قطاع غزة. لا يجب أن يتحول حصار في غزة إلى مطلب وطني عند بعض الشخصيات الفلسطينية تحت عنوان أنك قضايا إنسانية وديروا بالكم. لا، المطلوب اليوم تحقيق الوحدة الوطنية حتى نقف صفا واحدا في مواجهة المستحق في مواجهة المطامع الدولية. نحن لن نقبل، لن نقايض الكهرباء والماء والصحة والتعليم بفلسطين، ولكن هذا حق للشعب الفلسطيني. لكن الحل الوحيد هو أن نستمر في المقاومة، نستمر في المسيرات حتى نسعيد كامل الحق فلسطين. المحتل هو السبب، الاحتلال هو السبب، لكن حتى نقطع الطريق على كل محاولات الرخيصة، محاولة تصفية القضية، وقف مسار التطبيع، لابد من أن يكون صفنا واحد موحد. وهذا أدعى للذين يدركون حجم مشروع أمريكا وجرين بلات وكوشنير وبترامب دولة في غزة وأطراف الضفة، أن يأتوا لكي نستعيد وحدتنا الوطنية، أن يأتوا لكي نستعيد الوحدة الوطنية المفقودة، لنقف صفا واحدا في وجه المحتل الإسرائيلي والأمريكي. لكن ممنوع يكون في كهرباء في غزة، ممنوع يكون في معابر فتح على غزة لخوف الانفصال، لا يعني هكذا. وكأننا نقول أن الحصار على غزة مطلب وطني، يعني بذكرني أنا بالمشركين في عهد النبي قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كان الأصل أن يقولوا فهدنا إليه، لكن مش نزع حجارة من السماء تسحقهم في الأرض. نحن بنقول بدنا وحدة وطنية، وهذه الوحدة هي صمام الأمان، اللي خايف من الانفصال، اللي خايف من الحصار، إن والله الحصار أمل وحدة وطنية، أنا مش فاهم كيف بصير. لا، المطلوب وحدة وطنية حتى ننهي الحصار وحتى نقوي مشروعنا ونقف صفا واحدا في وجه المحتل الإسرائيلي ومن خلفه ترامب وجماعته. تهديدات إسرائيل، هل أنتم على الطاولة لديكم خيار العودة للمقاومة؟ إحنا مسألة المقاومة المسلحة ما خيار لم نسقطه أبدا. نحن فقط في هذه المرحلة بالذات قلنا يجب أن نختار وأن نختبر البعد الجماهيري، البعد الشعبي الواسع. شو طلع معكم؟ واضح هناك في تعاطف دولي كبير، تعاطف إقليمي شعبي كبير، هناك إنجازات كثيرة لم تكن بإمكان أحد أن يستعيدها لولا هذا الزخم الكبير. يعني مثلا مجلس حقوق الإنسان، مجلس الجمعية العامة في مسألة الحماية بصرف النظر عن موقف الجهاد الإسلامي منها، لم يكن هذا الإجماع يتم إلا بمسارات العودة، لا كان بفضل الدبلوماسية الفلسطينية ولا بفضل الدبلوماسية العربية ولا لجنة الرباعية الجامعة العربية، تم ذلك بفضل دماء الناس في غزة. لكن مع ذلك نقول هذا ليس الحل، الحل هو أن نستعيد أرضا من المحتل، أن نطرد المحتل الصهيوني، وفي سبيل ذلك يجب أن نستعيد الوحدة الوطنية حتى نقطع الطريق على كل محاولة تطبيع مصدرة الحق الفلسطيني، تصفية القضية الفلسطينية. نعم. وجعل إسرائيل وهذا الزمن زمن إسرائيلي، هذا الزمن لن يكون زمن إسرائيلي، هذا زمن الجماهير، زمن المقاومة، زمن الزحفون على فلسطين إن شاء الله. نعم. أستاذ خالد البطش، عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي فتون، استمعت إلى الرسالة ولكن نعم. ما يزال نعم 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 نرى إذن نعم. بأم العين هذه المظاهرات وكل البوالين التي أطلقت بالعلم الفلسطيني وصور الشهداء أيضا والتي حاول استهدافها الاحتلال وكل هذه التصريحات. أشكرك كل الشكر أحمد غانم، لك ولكل ضيوفك، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. فصل قصير ونعود لاستكمال ملفات السادسة، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. شهد شارع الميناء في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن تظاهرة شعبية حاشدة بعنوان رفضا للغزو والاحتلال وإدانة للتواطؤ الأممي. المشاركون رفعوا شعارات ويافطات داعمة لليمن ومنددة بالعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف السعودي، كما نددوا بتواطؤ الأمم المتحدة وسكوتها عن تدمير التحالف السعودي للبنى التحتية وقتل المدنيين في جميع المحافظات اليمنية. مصدر عسكري يمني أكد مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي وتدمير 11 آلية جنوبية مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة. وأعلن المصدر أن سلاح الجو المسير استهدف رتلا عسكريا لقوات التحالف السعودي شمال المديرية. يتزامن ذلك مع اشتداد المواجهات في أماكن متفرقة من ساحل النخيلة ومنطقة الجح.
تتواصل عمليات الكر والفر بين الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوات التحالف السعودي على جبهة الساحل الغربي في اليمن، بموازاة معارك عنيفة بين الطرفين في أماكن متفرقة من ساحل خيلة ومنطقة الجاح في مديرية الدريهم جنوب محافظة الحديدة. طائرات التحالف السعودي شنت غارات مكثفة على الناحيتين الشرقية والشمالية لمطار الحديدة لفتح ثغرة للقوات المشتركة لاجتياح المطار. القصف الجوي المكثف امتد إلى حي الربصة ودوار الجمال المحاذي للمطار من الناحية الغربية ومنطقة القرنيش بمديرية الميناء غرب المحافظة، ولا تزال المعارك على أشدها بين الطرفين في الناحيتين الجنوبية والغربية للمطار الذي يقول التحالف السعودي إنه أنهى سيطرته عليه، فيما أكد الجيش واللجان الشعبية استعادة سيطرتهم على المطار بالكامل. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء مقتل 23 عنصرا من قوات التحالف السعودي أثناء تصدي الجيش واللجان لزحوف قوات التحالف السعودي شمالية مديرية الدريهم الساحلية. في سياق متصل شددت الأمم المتحدة على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الحديدة، إذ أكد مارتن جريفيث المبعوث الدولي إلى اليمن أنه سيواصل مشاوراته مع جميع الأطراف لتجنب حدوث مزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، مبديا القلق من العواقب الخطيرة لذلك على الصعيدين السياسي والإنساني. في موازاة ذلك أعلنت قوات التحالف السعودي عن عملية عسكرية جديدة أطلقت عليها عملية قطع رأس الأفعى التي تسعى من خلالها إلى التقدم في محافظة صعدة اليمنية من جهة نجران السعودية، عملية استدعت استخدام تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات هادي والجيش السوداني للبدء بها. ومن صنعاء ينضم إلينا مساعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عزيز راشد. أهلا بك سيد عزيز راشد. نبدأ مباشرة من المعطى الميداني في الحديدة، من الذي يتحكم بالأرض هناك الآن؟ الذي يتحكم بمجرى المعركة في الساحل الغربي هو الجيش واللجان الشعبية، لأن العدو زج بأعداد كبيرة من المرتزقة ومن بعض الجنسيات الأخرى في الساحل الغربي، ولكن الجيش واللجان الشعبية بسبب تنفيذ الخطط العسكرية للقوات الخاصة التي قطعت الإمدادات عليهم أصبحوا في كمين محكم وفي كماشة عسكرية لا يمكن الخروج منها إلا قتلى وصرعاء والاستسلام. واليوم هناك أيضا الطيران المسير يدخل في العملية ويدك الأرتال كما كان سابقا بعمليات متكررة، بالإضافة إلى أنه أصبح سهل اصطياد الدبابات، وهناك هلع وخوف شديد لدى المرتزقة، وكذلك تحليق مستمر وضرب عشوائي في كل مكان حتى في أوساط المدنيين نتيجة الهزيمة. كلما أحس العدوان بالهزيمة يقوم بالضرب على المدنيين لكي يضغط بها، ولكنها ستفشل إن شاء الله. اليوم تحقيق انتصارات كبيرة في الساحل الغربي للجيش واللجان. نعم، يعني طيب تعتقدون بأنه القرار الغزو، إنجازنا هذا التعبير غزو الحديدة من قبل قيادات التحالف السعودي كان هو النقطة الأخيرة أو الورقة الأخيرة بيد هذا التحالف لتغيير الواقع بشكل دراماتيكي على الأرض بعدما راوح مكانه سنينا يعني فعليا؟ نعم، 3 سنوات ونصف من العدوان وهو يريد أن يدخل إلى صنعاء أو إلى أماكن استراتيجية، ولكنه فشل في جميع الجبهات كاملة، كما أعلن تكرارا ومرارا عبر إعلامه الكاذب أنه جاب قوسين من احتلال صنعاء ومن الدخول إلى صنعاء والغزو. اليوم يقوم بعمليات عسكرية في الساحل ويقوم بزج بعشرات ومئات بل آلاف من المرتزقة، وكذلك تعدد الجنسيات المتعددة الذي جلبها من مختلف دول العالم لكي يحقق انتصارا ويخنق الشعب اليمني ليس الجيش. الجيش لن يتضرر، سيقوم بتقطيع أوصال هذا التبدد للعدوان، وبالتالي ستكون محرقة لهم ومهلكة ومستنقع
استنزاف لجميع الآليات والدروع، تصاعدت عمليات إحراق وتدمير الآليات بشكل كبير. كان معدل في السابق 3 مدرعات إلى 4 مدرعات، اليوم 11 إلى 10 مدرعات، لأنها دخلت عمليات أخرى بسلاح الجو المسير الذي يفتك بتلك المدرعات. يعني هل فشل رهانه على الحديدة؟ هل نستطيع أن نقول أنه تجاوزتم هذه المرحلة أم بعد؟ بشفافية لو سمحت. بل وصل إلينا لكي نضربه، لأنه كان يتحصن في الخارج في أماكن أخرى، ولكن اليوم عندما يصل إليك بكل هذه الجحاف مع إعدادنا الكامل للقوات العسكرية والجيش واللجان الشعبية والإسناد الشعبي، سوف يكون مستنقع كامل حتى ينتهي الغزو، وعندها سوف يقع كعدد كبير من الأسرى ومن جنسيات أخرى، وعندها سوف تكون ورقة سياسية وعسكرية في نفس واحد. طب انطلاقا من هذا الكلام سيد عزيز راشد، ولما يجري الآن من تطورات العسكرية، إن حاولنا قراءة هذه المشهدية، هل هناك ما يدفع للحديث عما بعد الحديدة أم أن الوقت لا يزال مبكرا؟ هم يريدون الضغط الاقتصادي ليخرجوا الشعب اقتصاديا، لأنه المنفذ الوحيد، وعندما يكون هو المنفذ الوحيد سيكون هناك عمليات استرسال كبيرة من الجيش واللجان في تقطيع أوصال المحتل والأجنبي، لأنه يقوم بعمليات خارج كل المواثيق الدولية ومن حقنا الطبيعي والمشروع الدستوري والقانوني الأممي والإنساني أن ندافع عن أرضنا ومياهنا الإقليمية بكل ما نمتلك من أسلحة ومن عتاد ومن خطط عسكرية، وبات بفضل الله تعالى تحكم الجيش اليمني بمسرح العملية. يعني نستطيع أن نتحدث عما بعد الحديدة أم الوقت مبكر بالنسبة لهذه المعارك الآن، والموضوع لم يحسم تماما على الأرض؟ لأنه أيضا الإمارات عندما يعني شنت هذه العملية كان مبررها تقول أنه هي تريد الإتيان بأنصار الله إلى طاولة المفاوضات. هذه محض أكاذيب وإفتراء. الأمريكي هو الذي يتحكم بالمفاوضات، فإن قبل فسوف تستحتل كل المشاورات في سواء في مفاوضات سياسية أو غيرها، هو الذي يتحكم، وهذه رغبة أمريكية. الإمارات ليس إلا سوى أدوات رخيصة وضيعة للأمر الأمريكي والصهيوني، كذلك السعودية وأدواتها المرتزقة المحليين. هناك رغبة أمريكية وهي رأس الأفعى التي تدفع بأدواتها، فهم يبيضون وجه أمريكا بجماجمهم وبجلودهم، سواء الأمريكي أو السعودي أو المرتزقة المحليين. لذلك معركتنا مستمرة حتى يتم إنهاء هذا المستنقع. وقد وصلت يعني الحالة الاقتصادية للسعودية إلى أسوأ الحالات من حيث فرض الضرائب والإتاوات على كل المحلات التجارية، حتى على المواطن يتم دفع الضريبة الكاملة حتى على مستوى يعني متدني. طيب الوضع في الحديدة الآن لجهة الوضع الإنساني، يعني حتى لو كنت أتحدث عسكريا معك، لكن لابد أن أمر على هذا الجانب الإنساني لما له أهمية الآن في معاناة الشعب اليمني أيضا. كيف هو الوضع الإنساني؟ الوضع الإنساني، هناك نزوح صحيح من بعض المديريات نتيجة العدوان والضربات الجوية المستمرة على الشعب اليمني. هناك إذا كانت على المطار أكثر من 120 غارة جوية على مطار، فما بالك على مديرية بالكامل. هناك مئات بل وصلت آلاف في الحديدة خلال التصعيد الأخير خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي هناك نزوح نتيجة الطيران الذي يضرب المدنيين، لأنه لا يستطيع أن يرى الجيش والجيش الشعبية في كمتحركين. هناك إخفاء وتمويه جيد للجيش والجيش الشعبية، لذلك يعتمد إلى قتل المدنيين. وهناك حالة تصاعدية من الأزمة الإنسانية نتيجة هذا العدوان الغير مبرر، لا إنسانيا ولا دوليا ولا شرعيا، حتى هناك غزو ومحاولة احتلال لليمن وخنق الممرات المائية للمشروع الأمريكي والصهيوني. هذه الرغبة كما هو حاصل وكما صرح بها صهاينة وكذلك أمريكيين. نعم، أشكرك كل الشكر مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عزيز راشد، كنت معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري لمناقشة مقترح قانون بشأن استمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات. اللجنة القانونية في البرلمان العراقي باشرت بالقراءة الأولى لمناقشة مقترح تمديد عمر مجلس النواب من دون أن يترتب على الدولة أي أعباء مادية.
المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر جعفر الموسوي أكد أن ضبط النفس الذي دعا إليه السيد الصدر موجه إلى جميع العراقيين والقوى السياسية العراقية وليس لأتباع التيار الصدري فحسب. الموسوي أشار إلى عدم رفض التيار الصدري قرارات المحكمة الاتحادية على رغم عدم الاقتناع بها، مشددا على ضرورة الحكمة والمساهمة الفاعلة في استقرار الوضع العام. من بغداد ينضم الينا مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. اذا عبد الله، جلسه مجلس النواب هذه الاستثنائيه التي عقدت لمناقشه مقترح قانون بشان استمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقه على نتائج الانتخابات، ما هي اهميتها؟ ما هي نتائجها؟ ماذا تمخض عنها؟ وكيف ستنعكس إن كان على الداخل العراقي أو حتى على كل الأفرقاء السياسيين في العراق؟ نعم فتون، هذه الجلسة كان قد دعي لأن تكون استثنائية منذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم أمس القرار الذي حسم الجدال بين القوى السياسية ومفوضية الانتخابات وكذلك السلطات العراقية التي طعنت بجلسة مجلس النواب العراقية السابقة التي كانت في السادس من هذا الشهر والتي دعت لإجراء عمليات عد وفرز وإلى إلغاء أصوات انتخابات الخارج. بعد أن حسمت الموقف المحكمة الاتحادية يوم أمس بضرورة إعادة عد وفرز وأن قرار البرلمان لم يكن يخالف الدستور ولا روح الدستور، وبالمجمل ما صدر من البرلمان كان مؤيدا من المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعي لهذه الجلسة الاستثنائية التي تضمنت وفق معلومات الميادين وقبل أن تعقد التي كانت محددة هذا اليوم كانت بهدف تمديد عمر مجلس النواب العراقي. ابتدأت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس سليم الجبوري، هذه الكلمة تضمنت أن الهدف من هذه الجلسة هو تمديد المجلس التشريعي العراقي ليس لأهداف ذاتية ولا حزبية ولا سياسية، إنما لتقويم الوضع المتصل بما شابه الانتخابات العراقية، وكذلك فإن عمر المجلس سيكون مع عمر الحكومة والسلطة التنفيذية تحديدا وبدون أعباء مالية. طبعا هذه هي خطوة استباقية دفعا لأي طعن ربما يقدم من المعترضين على هذه الجلسة وعما سيصدر منها من قرارات. لكن كان مقرر مجلس النواب العراقي قد قدم عريضة موقعة من 60 نائبا عراقيا تتضمن مقترح هذا القانون، وهذا المقترح طبعا قرئ من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي المتضمن تمديد عمر مجلس النواب العراقي لحين انتهاء عمليات العد والفرز ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية على الأعضاء الجدد في مجلس النواب العراقي. هدف الجلسة وفق ما قدم رئيس المجلس هو ضمان عملية سياسية سليمة في العراق ودفعا لأي يعني طعن من قبل القوى السياسية، كذلك هو أكبر في هذه القوى التي فازت خصوصا منها والتي التزمت بما أقره القضاء العراقي والذي لقى صدى إيجابيا لدى أغلب القوى العراقية ولدى الشعب العراقي لجهة الحسم في السؤال هنا الذي يمكن أن نطرحه من خلال هذه المعطيات. إن كان قرار المحكمة الاتحادية فعليا لن يحدث أي تغييرات جوهرية في الخريطة النيابية بل سيؤدي فقط إلى تغييرات موضعية، فلماذا يتم مثل هذا التمديد؟ لأنه لن يؤثر على الكتل الكبيرة فعليا. يعني مجلس القضاء أو المحكمة الاتحادية العليا فتون ليس من اختصاصها إن كانت ستتغير الخارطة النيابية أو سيتغير موقع شخوص بين فائز وخاسر. المحكمة الاتحادية تهدف للفصل بين السلطات العراقية، الطعون التي قدمت للمحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل مفوضية الانتخابات ومن قبل قوى سياسية عراقية بخصوص جلسة البرلمان الماضية التي عقدت والتي أقرت تعديلا وعدا وفرزا كانت قد قدمت فيها طعون حول قانونية المجلس. هناك من وصف المجلس بأنه لا يملك هذا الاختصاص. المحكمة الاتحادية في فلسفة القانون وفي فلسفة المواد الدستورية وجدت أن المجلس اتخذ هذه القرارات بعمره التشريعي، ويملك المجلس حق العودة بأثر الرجعي في القرارات وإجراء تعديل لها. لم يطلب تغييرا، هو طلب
تغيير أسلوب عملية فرز الأصوات من الإلكتروني المقرر في قانون الانتخابات العراقية لعام 2013 إلى العد والفرز اليدوي. بالمناسبة جلسة مجلس النواب العراقية اليوم طبعا كانت في كلمة الرئيس الجبوري نقطة مهمة. بعد قرار المحكمة الاتحادية وفي مضمون القرار كان هناك اختلاف بين القوى السياسية حول تفسير المواد. هناك من اعتبر أن المحكمة الاتحادية أقرت تغيير عدا وفرزا للمراكز الانتخابية التي سجلت عليها شكاوى أو التي تعتقد السلطة القضائية أنها شابه تزوير، وهناك من اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية يشمل عد وفرز شامل لكل العراق. اليوم في كلمة الرئيس الجبوري اعتبر أن العد والفرز سيكون شامل لكل صناديق الانتخابات في يعني العراق، حسم هذه النقطة نزاهة وثقة. نعم حسمت هذه النقطة على اعتبار أن هناك عدة بيانات صدرت تعتبر أن العد والفرز جزئي والبعض الآخر يعتبره كلي. نعم أشكرك عبد الله بدران مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. السادسة انتهت، نذكر بعناوينها. مواجهة عسكرية مباشرة هي الأولى من نوعها بين الجيش السوري والقوات الأمريكية في جبهة الجنوب. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة. تدمير المزيد من آليات التحالف السعودي جنوب الحديدة وتظاهرات حاشدة في المدينة تنديدا بالعدوان. جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لمناقشة مقترح قانون باستمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات. لتفاصيل أوفى دائما يمكنكم متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.